ننتقل لكورونا. والحقيقة أنه استراتيجية الدولة في التعامل مع الأزمة، إحنا بقالنا سنة ونص تقريبا، سنة وثمان شهور وعدت علينا 3 موجات ودخلنا هو على الموجة الرابعة، ربنا يستر. لكن مقارنة بدول كتيرة سواء في المنطقة أو في العالم، الحمد لله خسائرنا يعني مع طبعا عندنا خسائر زي كل العالم، ولكن صحيح. خسائر أقل. يعني استراتيجية الدولة في أنها يعني لا قفلت قوي ولا فتحت قوي، فده الحقيقة كان وضع اكتشفنا بعد كده أنه هو ممتاز ويعني طريقة سليمة. كلميني كده باختصار عن الاستراتيجية الصحية اللي انتوا اشتغلتوا عليها اللي عدت بينا 3 موجات. هي أهم حاجة أن احنا ما كانش عندنا التخبط والهلع في إدارة الأزمة زي كثير من الدول. يعني إحنا كنا عارفين بخطوات ثابتة إحنا عايزين نعمل إيه، ما خدناش قرارات متشددة. كنت دايماً بقول القرار اللي ما نقدرش نستديم في أخده، ما أقدرش أخده فوريفر، ما أقدرش أتبناه من الأول. فحتى سياسة الإغلاق الجزئي اللي عملناها لمدة 1.5 شهر وكانت تبدأ من الساعة 8-9 بالليل، يعني وكنا في الشتاء، يعني ما كانتش تعتبر إغلاق جزئي لبعض الأنشطة، حتى مش لكل الأنشطة، ما تشددناش فيها وما استدمناش فيها. فتحنا الاقتصاد وفتحنا السياحة من 1/7/2020. اللي أهلنا لاتخاذ هذه القرارات هي الحملات بتاعت مبادرات الصحة العامة. لما أنت تشتغلي على مستوى قومي وإزاي تقدري تحشدي الموارد لهدف محدد، إزاي تقدري تحشدي القوى البشرية لهدف كلنا بنشتغل عليه، اللي أهلنا على المستوى الإداري في إدارة الأزمة كانت مبادرات الصحة العامة اللي احنا كنا كلنا بنشتغل قبلها 1.5 سنة مبادرة ورا مبادرة على سكيل قومي. أدعي ان احنا الفرق اللي اتكونت وإزاي قدرنا ننقل الفيجن بتاعتنا من مستوى إداري عالي لغاية أقل واحد بيقدم الخدمة، ده أهلنا لما جات الكورونا أو جات أزمة الكورونا إزاي برضو نحشد مواردنا الإدارية والطبية ونعمل السكيل ده. السبلاي تشين أو سلسلة الإمداد اللي عندنا اللي عملناها أيام المبادرات نفعتنا كتير جدا في إدارة الأزمة، لما إزاي تودي الأدوية والمستلزمات الطبية وخلافه. أهم حاجة إن احنا ما تبنيناش الموديل اللي اتعمل بره، اللي هو ايه؟ اللي هو سياسة الماس تيستينج، ان انت تعملي اختبارات PCR لكل المواطنين بشكل كامل وفريكوينت ومن غير اعراض. يعني بس احنا كنا دايما متخيلين بنقول ليه ما بنعملش تيستينج؟ هل احنا لو عملنا تيستينج مش كان يبقى افضل علشان أبداً. نكشف ونكتشف المرض مبكرا؟ ليه بتقولي كده؟ ان انت تعملي تيستينج النهارده وتقولي لي انت ما عندكيش كورونا، ده مش أكيد، لأن التست ده بنسبة 65% ممكن يكون صح، وممكن يكون صح أنا ما عنديش كورونا بس أكون كارير وحبدأ الأعراض ويبدأ يظهر النتيجة بعد 2-3 أيام، فأنت بتديني فولس إمبريشن أو بتديني انطباع بالاطمئنان وأنا ما عنديش، ده مش واقع. وبعدين لإمتى هتعملي التستنج ده؟ لإمتى؟ الحقيقة ان احنا تبنينا احنا وبعض الدول القليلة زي اليابان سياسة اسمها تارجت تيستينج، ان انا بعمل، احنا مشينا على الموديل اللي قالته الجايد لاينز اللي قالته منظمة الصحة العالمية، اعمل اختبار لحد جاي من بره في دولة كان فيها الوباء، او اعمل الاختبار لحد عنده اعراض. طيب انا ما عنديش اعراض ولا عندي تاريخ سفر، ما روحش اعمل لك اختبار. التارجت تيستينج ده قلل الهلع اللي عند المجتمع وقلل الهلع اللي في القطاع الاقتصادي وحافظ على صحة المواطنين. بس في وجهة نظر تانية بتقول انه قلل الارقام الرسمية بينما الارقام الحقيقية اكبر بكثير. كل العالم الارقام المعلنة في علم الوبائيات في اي نظام صحي في العالم، وحتى امريكا وفرنسا وانجلترا كلهم قالوا الكلام ده دلوقتي، الأرقام المعلنة لا تزيد في أحسن الظروف عن 10% من الواقع. طب هل في حالات كورونا متشخصة؟ لا، ده ممكن ما تكونش متشخصة، هو جات الكورونا وخلصت وهو ما عندهوش هذه الأعراض.
الحاجة التانية اللي احنا برضو خدناها بالإضافة للتارجت تيستينج زي اليابان سياسة عدم الإغلاق، ولو اضطرنا الإغلاق بيبقى جزئي لبعض الأنشطة وبعض الوقت من اليوم. مفيش حاجة اسمها، ما شاهدناش في مصر حاجة اسمها حظر تجوال شامل صحيح منع خروج المواطن من بيته، ما حصلتش.